عام 2010 اضطر لمغادرة بلده السودان والانتقال إلى القاهرة للعيش فيها، والسبب مضايقات حكم الإخوان المسلمين في السودان، إذ عرف عنه النقد اللاذع لحركة الإخوان المسلمين والدعوة إلى التنوير والتحرير. درس في فرانكفورت وحصل على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع، له العديد من المؤلفات. إنه حيدر إبراهيم علي، فلنتعرف إليه. الولوج إلى عوالم حيدر إبراهيم ليس سهلاً على الإطلاق، نتيجة كثرة مؤلفاته وتشعب نشاطاته السياسية والفكرية، على أن الأهم في تلك العوالم انشغال محدثي بمشروعه الفكري الخاص بنقد الإسلام السياسي ناهيك عن التنوير. حيدر إبراهيم علي، أعود بك إلى القرير. نعرف من ذاك المكان عوامل تشكل الوعي. هذه قرية صغيرة تقع بالقرب من مروي. مروي طبعا أكثر شهرة لأنها بها أهرامات قديمة، وكان فيها جزء من الحضارة النوبية والنبتية القديمة. القرير كانت هي مكان مولدي، ولكن نحن من قبيلة اشتهرت بأنها تحب العمل في العسكرية. وبالرغم من ذلك ابتعد عن العسكر واختار الفلسفة وعلم الاجتماع. والدي كان يتمنى أن أكون ضابطا كما هو كان ضابط، وفعلا بعد ما خلصت الشهادة الثانوية كان محضر الواسطة من زملاء الضباط وكذا. ولحسن الحظ أن حجمي لم يكن يؤهلني لأدخل في العسكرية، فكنت محظوظا لأنني في بعض الأشياء مرتبطة بمسألة الطول والحجم وكذا لم تكن عندي هذه القدرات، فلذلك كنت محظوظا من هذا الجانب. وأنا دائما كنت بقول نابليون لو كان قدم في الكلية الحربية في السودان ما كان أخذه، لأنه نابليون برضو كان قصيرا لحد ما. فلذلك حظي كان أنه ما دخلت الكلية الحربية، بل أصبحت كارها لكل ما له صلة بالعسكرية. اختار محدثي ألمانيا فضاء للعلم، فما الذي ناله من هناك إلى جانب الشهادات العلمية؟ بالذات في ألمانيا يمكن لك أن تأخذ النظام وحب العمل والعقلانية، ولجانب حب الفلسفة والموسيقى. هذا نمط للشخصية الألمانية. أنا الحاجة الأثرت فيه كثير وإلى الآن متأثر فيها مسألة النظام وحب العمل. أنا كنت في ألمانيا أستيقظ من النوم عادة في الرابعة صباحا، لأننا كطلبة كنا نشتغل في بعض المصانع في أطراف المدينة لكي نمول دراستنا، فكان لابد أن تصحى مبكرا على أساس أن الترمايات والقطارات عندها مواعيد معينة. لو دخلت دقيقة واحدة من قطار خلاص المسألة بالنسبة لك اليوم ضاع. فهذه العادة لازمتني حتى الآن، أصبحت جزء من الساعة البيولوجية بالنسبة لي. بعد عودته إلى السودان كان محدثي شاهدا على تحولات سياسية جذرية انتهت بحكم الإخوان المسلمين. أنا بالنسبة لي الحكم الإسلامي في السودان ليس مجرد حكم سياسي، ولكنه قام بإذلال السودانيين. هذا الجانب الخلاني أكثر حدة في التعامل معهم، يعني حاولوا على قدر الإمكان أن يقوموا بإذلال السودانيين. كيف؟ أول شيء مسألة التعذيب دي لم تكن موجودة في القاموس السوداني بالمرة، أدخلوها الأخوان المسلمين في السودان، رغم أنه الأخوان المسلمين في السودان لم يتعرضوا للتعذيب كما حصل لهم في البلدان العربية الأخرى. ولكن هم عندما أتوا إلى الحكم في السودان الترابي ومجموعته أدخلوا بيوت الأشباح والتعذيب لأول مرة في تاريخ السودان. يعني نحن حتى الإنجليز كانت طريقة استعمارهم للهند غير طريقة استعمارهم للسودان، كانوا بيضعوا قيمة لكرامة الإنسان السوداني. الترابي والأخوان المسلمين في السودان أصروا أنه الشعب السوداني ده شعب جموح جدا، إن لم تخيفه وإن لم تزله لا تستطيع أن تحكمه.
أنت قلت في أحد كتبك أن الأزمة الأساسية عند الإسلاميين هم اعتمدوا على قصة أنه دين ودولة، وبالتالي هون العصب المشكلة بهذه الحركات. يعني هي طبعا دي مغالطة بعثوها الإخوان المسلمين في مصر وتبنوها كل الإخوان المسلمين في العالم العربي والعالم الإسلامي. الإسلام كان دائما دين ودعوة زي ما بيقول جمال البنا، وليس دين ودولة. الشعار ده ما موجود بالمرة. يعني لو قرأت كل كتب التراث وكل الفقه الإسلامي لا تجد اسم كلمة دولة بالمعنى السياسي فيها. الفكر السياسي الإسلامي ليس غنيا أو خاليا تماما وفقيرا بالنسبة لمسألة الدولة. يعني الفقهاء الإسلاميين تحدثوا عن كل شيء، التفاصيل تحت الحياة كلها. يعني الفقهاء حدثونا عن إنك كيف تدخل لمؤاخذة إلى الحمام برجلك اليمنى ولا اليسرى، ولكن لم يكتبوا كلمة واحدة عن مسألة التداول السلمي للسلطة، ولم يتفقوا حول جواز الخروج على الحاكم الظالم، مع أن هذه قضية أساسية جدا. فلم يهتم الفكر الإسلامي السياسي بمسألة الدولة والسياسة. كما قرأت أنت لا تؤمن بالمراجعات التي يقومون بها بين فترة وأخرى. هي المراجعات بذكرني دائما، أنا بقول لهم الكلام ده زي النقطة والطرفة. بعض الفنانات والممثلات يسألهم ما هي أهم عيوبك، تقول أهم عيوبي التواضع، اللي هي تأخر هذه. فهسه الإسلاميين برضو عندما يتكلموا عن المراجعات ما بيتكلموا عن العيوب الأساسية اللي هم وضعوا فيها. يعني هم هسه الآن مثلا في السودان، أنتم كنتم الحزب الثالث في السودان في البرلمان، فلماذا تنقلبون على نظام برلماني ديمقراطي أنتم الحزب الثالث فيه؟ شخص زي ده ما عمل مراجعة ويقول لك أنا تاني ما بعمل انقلابات، ما عنده معنى كلام زي ده. أنت قلت أيضا في إحدى دراساتك أنه الشيء الأساسي أنه هم عم يعتمدوا على القطيع المقدس. هم بيعتمدوا على أنه مثلا ما يكون في نقاش، ما يكون في حوار. يعني العقلية القطيع الجماعي ده أنه تجيش الناس، وبعدين طبعا الناحية العاطفية المرتبطة بمسألة الدين. يعني مسألة حل الحزب الشيوعي سنة 65 دي كانت مسرحية كبيرة جدا، هم نجحوا في انه يعملوها. في شاب ليس له اي صلة بالحزب الشيوعي في ندوة قامت بها احدى عضوات الاخوان المسلمين، وتحدثت عن السيدة عائشة وحادثة الإفك الى اخره، وقام هذا الشاب باندفاع شديد جدا تصدى لها. الكلام ده انا اتذكر وانا كنت في معهد المعلمين الوقت ذاك، في نفس المكان اللي فيه الطالب ده شوقي محمد علي. عندما قال الكلام ده ما في حد ابدا اثار الكلام ده. يعني دائما انت لما تحصل حاجه يعني تستفز شعورك الديني ممكن تاخد حاجه وتضرب الشخص ده، يعني بيكون رد فعلك في نفس اللحظه. هم انتظروا الخميس لحد تاني يوم، قاموا ضبطوا الامور ونظموا الحكايه وطلعوا بالمظاهرات من الجوامع تاني يوم. يعني استفزاز الشعور الديني اللي حصل اليوم مساء ما كرر الفعل بتاعه إلا في الغد، عشان يستغلوا وجود الناس في الجامع أنه في شيوعيين يسوء إلى الدين إلى آخره. وانطلقت المظاهرات من الشارع، الإمام بدأ يتكلم، وذهبوا وأحرقوا دور الحزب الشيوعي، ومشوا ابتزوا النواب في البرلمان انه لازم تسوروا لدينكم. وقاموا النواب بعقلية القطيع نفسها تبنوا القرار بضرورة حل الحزب الشيوعي. انت اخفتهم بمركز الدراسات، يعني لدرجة انه اغلقوا هذا المركز الذي ترأسته بداية في القاهرة ثم نقلته الى الخرطوم. ما الذي اخافهم في هذا المركز؟ اخافهم الكتابة والتوثيق. نحن كان شعارنا في المركز انه لا للشفاهة، لانه السودانيين المثقفين السودانيين بيتكلموا بيحكوا لكن ما بيكتبوا. فنحن كان اول نقطة عندنا تاني نرجع سميناها من ثقافة الشفاهة والبياض الى ثقافة الكتابة. فبدت الكتابة، انا طلعت اول كتاب عشان ابدا كنموذج، كتاب ازمة الاسلام السياسي. انزعجوا من الكتاب ده جدا لانه اول مرة يكون في تحليل مكتوب عن
حزب الأخوان المسلمين أو الجبهة الإسلامية في السودان. وبدت بعد كده مسألة الكتابة تكون واحدة يعني فعلا من الممارسات الجيدة للمثقفين السودانيين. فمسألة الكتابة والتوثيق هي التي أزعجتهم. كان شعاركم أيضا أنه كن واقعيا لكن أحلم كما تريد واطلب المستحيل. والشعار ده الحقيقة أخذته من الثورة الطلابية بتاع 68، كانت في الجامعة في فرانكفورت. كل اللافتات المكتوبة على الحائط دائما كن واقعيا واطلب المستحيل. نحن طبعا طلب المستحيل ده كان لأن الإمكانات محدودة، ولذلك كان لابد أنه المشروع ده ينجح. فلذلك رفعنا الشعار بتاع أنه كن واقعيا واطلب المستحيل. أعود بمحدثي مجددا إلى نشاط الإسلام السياسي في السودان في مواجهة الحزب الشيوعي السوداني الذي شكل علامة فارقة في الحياة السياسية في السودان. ثم من يتحدث بأنه هناك كان مخطط أمريكي قطري تركي لتعميم حكم الإخوان المسلمين في عدد من البلدان العربية، وأقنعوا الولايات المتحدة الأمريكية بأنه هذا الحكم هو البديل عن القاعدة والحركات الإسلامية المتطرفة. ليس هذا فقط، ولكن الأمريكان اقتنعوا أنه القوة السياسية الوحيدة اللي عندها شعبية في الشارع هم الأخوان المسلمين، فاقتنعوا أنه دي القوة الوحيدة الممكن تستلم السلطة في هذه البلدان العربية، ومعتمدوا تماما على مسألة الأخوان المسلمين. وفي مصر بالذات طبعا بدوا حوار من بدري جدا مع الأخوان المسلمين، وهنا السفارة الأمريكية كانت على اتصال بالأخوان المسلمين قبل ثورة يناير. وكان في طبعا تتذكر المحاولات القام بها بعض المثقفين المصريين في الحوار بين الأمريكان وبين الأخوان المسلمين. وهل يؤمن ضيفي بنظرية المؤامرة؟ لا، مسألة المؤامرة دي ما فيها جانب من المسرح، كأنه بيجلسوا ناس يقرروا يعملوا لهم مخطط معين إنه نعمل كده، تبقى زي مسألة الشطرنج نحرك ده يجي كده لحد ما نعمل تشيكينج نقد. دي نظرية المؤامرة، ما قاعد تحصل حاجة زي دي في السياسة، ولكن هنالك صراع قوة مستمر. بيكون في جهة معينة رأت في قوة معينة إنها هي التي يمكن أن تستلم السلطة ويمكن أن تكون حاكمة فتسنيدها. هي غير لا تخليها من الأول، لكن تجدها جاهزة وتسنيدها. هذه أنا لا أعتبرها مؤامرة. أنت سميتها ثورات لم تكتمل. هي انتفاضات شعبية في الأصل، بمعنى أنه دائما في الثورة في عملية هدم وبناء، يعني بتكون أنت عايز تقضي على النظام وخدت البديل لهذا النظام. لكن لو عملت جزء بس من الثورة إنك تهدم ما هو قائم دون أن يكون لديك بديل جاهز عشان يكمل الثورة، ما بتكون ثورة، بتكون مجرد انتفاضة شعبية أو حركة في الشارع. حديث حيدر إبراهيم قادني إلى السؤال عن إمكانية وصول الربيع العربي إلى السودان. نحن مشكلتنا في السودان ما النظام، مشكلتنا المعارضة. المعارضة السودانية لم تستطع أن تتفق بالمرة بصورة واضحة جدا. يعني الآن مع كل الأزمة اللي موجودة في السودان هناك تياران، تيار يهود الصادق المهدي يسمى نداء السودان، وتيار آخر اسمه قوى الإجماع الوطني. هؤلاء يصارعوا كأنه نفس صراعه مع النظام، يصارعوا مع بعض. فإذا لم تكن هنالك وحدة للمعارضة السودانية يبقى من الصعب يعني انك تحرك الشارع وانك تنتفض على هذا النظام. الفترة الأخيرة ابتدت تكون في محاولات لتوحيد المعارضة. مع توحيد المعارضة النظام ما عنده أي شعبية خالصة، يعني حتى النظام ده لما جه للسلطة ما كانت عنده شعبية.
طيب في مفارقة دكتور هون، أنت تقول أنه الإخوان المسلمين ما لهم شعبية في السودان، في مصر خلال العام سقط حكم الإخوان في 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 مصر، في تونس أيضا حركة النهضة خلعت من الحكم بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي بسنة كمان. لماذا بالسودان؟ يعني أين المفارقة هون؟ أنت تقول أنه ما لهم شعبية ورغم ذلك صار لهم مستمرين فترة طويلة في الحكم. أنا بقول دائما برضو حاجة تانية تكملة دي، بقول إخوان المسلمين معارضون جيدون وحكام سيئون. في السودان وجدوا قدر كبير جدا من التفكك داخل، بعدين أضاف إلى ذلك الحروب الأهلية والحركة المهمة، فهنا هم بيلعبوا على عواطف قومية ووطنية. يعني هم الآن دائما يقول لك نحن لو فتنا السودان حيصبح زي سوريا واليمن، دائما يقول الكلام زي ده، فهم بيلعبوا على عاطفة زي دي. بعدين هم استمروا في الحكم في السودان بقدر كبير جدا فايض من الاستبداد ومن القمع، يعني التكلفة عالية جدا. أتوقف مع محدثي عند كتابه أزمنة الريح والقلق والحرية. أنا الحقيقة قمت شعرت كده إني عشت نوع من حياة ما عارف بالصدفة ولا بالحظ ولا غيره، حياة غير عادية فيها كثير جدا من المغامرة وفيها كثير جدا من القلق، وكان دائما شعاره الحرية. يعني أنا مثلا في كثير جدا من الأشياء والعادات ليس لأسباب أخلاقية ولا لأسباب دينية لا أتعامل معها، ولكن بسبب شعار الحرية إنه ما داير تكون عندي عادات، هذه العادات تغيدني، يعني دائما داير الشيء اللي بيغيدني يكون داخلي ذاتي، يعني ما يكون في أي عامل خارجي هو الذي يربطني أو يفرض علي شيء معين من الجانب ده. فلذلك في فترة كده حسيت إنه يعني هذه حياة حق الواحد يكتبها عشان أجيال تانية، إنه تكون في روح من المغامرة، في روح من التجديد، يعني يكون دائما الحرية ده شعار كبير جدا بالنسبة للأجيال التانية. لازلت مصر على التنوير؟ هو لا يمكن أن تكون في حياة تستحق أن تعاش بدون تنوير. التنوير ما هو أصلا هو الحرية، أنك تفكر كما تريد وتفعل كما تفكر، التنوير طبعا هسه بدا في اتجاه مضاد لمسألة التنوير بالذات ما يسمى بمرحلة ما بعد الحداثة، وظهرت شخصيات تنقد التنوير. نقد التنوير مش لأنه خاطئ، لكن في بعض المجتمعات التنوير أو العقلانية زي زادت من حدها. المفارقة هنا غريبة جدا، نحن هسه الإسلاميين في البلدان العربية يعتبروا نفسهم أصحاب مرحلة ما بعد الحداثة. ليه؟ لأن ما بعد الحداثة ضد العقلانية. بعد هالتجربة الطويلة من نقدك للإسلام السياسي وحركاته، هل لك أن تعطينا فكرة عن توقعاتك عن مستقبل الإسلام السياسي؟ أنا ما بعتقد أن الإسلام السياسي عنده مستقبل بالمرة. تجربة السودان أبرزت أنه كيف هم استلموا سلطة كاملة وكانوا حزب كامل، ولذلك لم يستطيعوا أن يديروا شؤون البلاد، لأنه أصلا ما في حاجة اسمه برنامج إسلامي لحل القضايا الموجودة. يعني ما في حاجة اسمه اقتصاد إسلامي، في اقتصاد واحد هو الاقتصاد الموجود. هم الآن لما قالوا عايزين نعمل اقتصاد إسلامي يتعاملوا مع المال فقط، ما مع الاقتصاد كإنتاج وكتوزيع وكذا. تحدثوا عن الربا، يعني مشكلتهم كلهم الآن الاقتصاد الإسلامي من يقول لك إلغاء الربا، لكن كيف تزيد الإنتاج، كيف تعمل تنمية، كيف توزع التنمية دي بطريقة عادلة. ما في أي برنامج إسلامي يقوم بهذه المهمة. بعدين لسوء حظ الإسلام السياسي إنه جاء في مرحلة العالم فيها يتعولم، يعني العولمة تكتسح كل شيء، فلذلك هم أصبحوا جزء من المجتمع، مجتمع العولمة، استهلاكيين، وكل ما يدور في العالم الغربي اللي كانوا هم قالوا ضده يمارسوه ويستمتعون به، فلذلك لا مستقبل للإسلام السياسي.
وأمام إصرار حيدر إبراهيم على ضرورة إعادة النظر بتثوير الخطاب الديني، سألته عن إمكانية إعادة النظر بالخطاب التنويري. التنويريين مطالبين أكثر من غيرهم بأنهم ينتجوا أفكار جديدة خاصة بالتنوير. يعني التنوير ما ملصقات، ما عندي مشكلة المثقفين إنه بيشيلوا ملصقات ظهرت في واقع معاونة حول رسوها على الواقع واعتقدوا كده. التنوير في أوروبا تاريخ طويل جدا، هو ليس تنويرا غربيا، هو بدأ غربيا لكن أصبح إنسانيا، لكنه نتاج لثورات عديدة مطولة. نحن ما أنجزنا الثورات دي، فطالما ما أنجزنا الثورات دي يصعب علينا أنه نقول نحن عايزين تنوير. نحن مطالبين بقيام عدد من الثورات، ثورات دينية وعصر نهضة بطريقة أخرى. يعني ما بالضرورة أن نقلد النموذج الغربي، ولكن يكون لنموذجنا فيه نوع من التجديد، إنتاج أفكار جديدة. طبعا التنويرين مطالبين ككل المثقفين اللي بيحملوا أفكار جديدة أنهم يكونوا مربوطين بالواقع، يعني ما 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 يدخلوا الواقع جوا الأفكار. يعني هم بيقوموا يحاولوا يشيلوا الواقع يدخلوا جوا الأفكار، لا، ينتجوا الأفكار من الواقع. يعني أنا الآن لما أشوف المد السلفي والظلام القوي داخل البلدان العربية، لابد لي أن أفهم الواقع ده ويكون ما هو نوع التنوير الذي أريده. هنا ده ما شكل من المراجعة برضو، التنوير الذي أريده صعب جدا أنه أنا أقوم بتنوير كما حدث في أوروبا. يعني حتى مصطلحات زي العلمانية هذه مرات بتكون مضرة أكثر منها مفيدة. يعني أنا مثلا لا أحب استعمال كلمة المطالبة بالعلمانية، ولكن طالب بعلمنة المجتمع. العلمنة غير العلمانية، أيديولوجية جاهزة أنت تريد أن تلبسها، لكن العلمنة بتسهر يوميا. يعني استعمال هنية ولا للموبايل هو بيتعلمن، فهو يوميا بيتعلمن، يعني حياته اليومية كلها علمنة. فأنا عوضا عن أن أقول المطالبة بالعلمانية، أشجع وأتمنى أنه مسألة العلمانية اليومية تستمر الحياة ذاتها.